الشارع العام في مدينة دير الزور. الله أكبر والعزة لله، خراب ودمار يعم المكان بأكمله. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. الشارع العام في مدينة دير الزور تمار لي البنية التحتية كذلك، والدكاكين بأكملها والمحلات التجارية. الله أكبر والعزة لله. حارات بأكملها في مدينة دير الزور مدمرة ومخربة بالكامل. الله أكبر والعزة لله. هذا حال منازل المدنيين العزل في مدينة دير الزور التي تم استهدافها منذ الصباح الباكر كما ترون وتشاهدون. الحملة مستمرة، القصف مستمر. هذا ما تبقى من هذه المنازل المحروقة. هنا واجهة المنزل هي مدمرة ومخربة بالكامل نتيجة القصف العنيف، وها هي حوائج المدنيين ومنازلهم مدربة مدمرة ومخربة بالكامل. يا الله ما أن غيرك يا الله.